حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحباء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبقا للبحث الذي نشر في مجلة العلوم النفسية Psychological Science، فإن عددا كبيرا من الأمريكيين أقروا بأن، طبعا البحث أجري في أمريكا، أقروا بأن مشاهدة الأفلام الوثائقية العلمية وبخاصة المتعلقة بالأرض والجبال والبحار والسحاب والطبيعة بشكل عام جعلتهم أكثر يقينا أن هناك إلها لهذا الكون. طبعا هذه الدراسة أجريت على شريحة واسعة من الناس، وتقول هذه الدراسة إن معظم الذين شاهدوا سلسلة أفلام كوكب الأرض عادوا وطلبوا مشاهدتها مرة ثانية وطلبوا المزيد، لأن مشاهدة آيات الله في الأرض والبحار والجبال زادتهم إيمانا بوجود خالق للكون. طيب أنا قبل أن أكمل هذه الدراسة أحبتي في الله، وهذه الدراسة نشرت تقريبا قبل 7 سنوات على ما أذكر، يعني دراسة حديثة في القرن 21، أتذكر شيئا مهما في كتاب الله تبارك وتعالى، وأود أن أوجه سؤال أصدم به الملحدين الذين يدعون أن النبي صلى الله عليه وسلم هو من كتب القرآن. النبي بعث في القرن 7 الميلادي، لم يكن هناك شيء اسمه علم الفلك أصلا، كانت مجرد خزعبلات وأساطير وخرافات. كان الناس يعتقدون أن هناك آلهة للبرق يسمى الإله زيوس، إله البرق، هناك إله للمطر وإله للشمس وإله لكذا هذا هو علم الفلك، وعلم الأرض لا يوجد شيء، عبارة عن خرافات. النبي صلى الله عليه وسلم لو كتب القرآن هو لم تزج القرآن بثقافة ذلك العصر، لرأينا فيه شيئا من هذه الأساطير ولو أسطورة واحدة على الأقل. يعني أحبتي في الله، القرآن 6236 آية، معقول ولا آية؟ يعني أخذت أسطورة واحدة فقط. طبعا الملحدون يحاولون أن يقولوا إن السماوات 7 أسطورة وكذا أسطورة، وهذا كلام فارغ. لماذا؟ لأن الأنبياء جاءوا بنفس المعلومات الموجودة في القرآن، وهذه المعلومات تم تخزينها على الرقم التاريخية وموجودة في الكتابات الفرعونية وغير ذلك، الرقم 7 وأهميته. ولكن هذا الرقم الله هو من أنزله وهو من أخبر عنه، خلق السماوات والأرض، والرقم 7، 7 سماوات و7 أراضين. ومنذ زمن سيدنا نوح خاطبهم بالرقم 7، خاطب قومه، قال لهم في سورة نوح، أيها الأحبة اقرأوا سورة نوح، قال لقومه سيدنا نوح، وهذا الكلام قبل آلاف السنين، ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. ميز سيدنا نوح بين النور، نور القمر، ونحن نعلم أن القمر جسم بارد معتم لكنه يعكس نور الشمس أو يعكس ضوء الشمس فيتحول إلى نور يصل إلينا، بينما الشمس سراج وهاج، فرن ملتهب. هذه الحقيقة الكونية ذكرها سيدنا نوح، وبالتالي من الممكن أن نجدها قد دونت في كتابات الأقدمين، وهي لا تتناقض مع القرآن، هي حقيقة صحيحة.
إذن القرآن يخلو من أي أسطورة غير صحيحة. يعني كيف؟ هناك إله للبرق، هل القرآن يتحدث عن إله للبرق مثلا؟ مستحيل. الله خالق كل شيء، الله يقول ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، هو سبحانه وتعالى من يرسل الصواعق. الرعد ويسبح الرعد بحمده، كل شيء لله عز وجل. الكسوف أحبتي في الله، ظاهرة الكسوف، كان العلماء الصين يظنون أن هناك تنينا ابتلع الشمس ثم لفظها، يقرعون بالطبول حتى يخيفوا ذلك التنين الذي ابتلع الشمس. هذه هي الثقافة التي كانت لديهم في الجزيرة العربية، كان لديهم ثقافة خسارة المعركة أو موت الزعيم، موت إنسان مهم هو دليل على الكسوف، أو الكسوف هو إشارة إلى موت. لذلك ابن النبي عليه الصلاة والسلام إبراهيم عندما مات ترافق ذلك مع كسوف الشمس، ووكالة ناسا أثبتت ذلك مؤخرا. كان هناك كسوف كلي في الجزيرة العربية في القرن السابع الميلادي، في زمن في المدينة المنورة، فأسرع الناس وقالوا الشمس كسفت لموت إبراهيم ابن النبي، فقال لهم لا، مع العلم أيها الأحبة أن هذا النبي كان يستطيع أن يقول لهم نعم بكل بساطة. أي ديكتاتور، أي متسلط، أي إنسان من الجبابرة، عندما تأتي الفرصة والناس يمدحونه ويقولون إن الشمس انكسفت لموت ابن هذا العظيم أو هذا الملك، سيفرح ويقرهم على ذلك. بينما النبي صلى الله عليه وسلم جمعهم وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته. نفى عنهم الأساطير، علمهم طريقة التفكير العلمي أيها الأحبة. لذلك أنا عندما أقرأ القرآن أحبتي في الله أجد من بين 6236 آية، هي عدد آيات القرآن، أجد أكثر من 1000 آية تتحدث عن كوكب الأرض والجبال والبحار والسماء، أكثر من 1000 آية. لماذا؟ لأن مهمة هذا الكتاب أن يزيد الإيمان لديك، مهمة القرآن أن يزيدني أنا وأنت إيمانا، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. طب كيف يزيد الإيمان؟ من خلال التعاليم القوية الموجودة في القرآن، التشريع القوي الموجود في القرآن، من خلال الآيات الكونية وآيات علوم الأرض والجبال والبحار وغير ذلك، ومن خلال النظام الأوامر والنواهي القوي الموجود في القرآن الذي يضيء لنا الطريق، يضيء لنا حياتنا. طيب بالله عليكم، هذا النبي الكريم من أخبره بأهمية الآيات الكونية لزيادة الإيمان ليضع أكثر من 1000 آية في كتابه؟ مع العلم أحبتي في الله، النبي قادر أن يضع آيات يتحدث بها عن زوجته خديجة وقصته معها لم تذكر ولا في آية واحدة، ولم يذكر اسم خديجة ولا أحد من نسائه صلى الله عليه وسلم. كان ممكن أن يتحدث عن صداقاته وأصدقائه، يمكن أن يتحدث عن انتصاراته، عن ميلاده، كل هذا غير موجود أحبتي في الله. عندما تحدث عن غزوة بدر قال ولقد نصركم الله، من الذي نصركم؟ الله، وليس النبي وليس فلان، ببدر وأنتم أذلة. إذن هذه الآيات في القرآن دليل على أنه كلام الله، لأنه لا توجد قوة على الأرض في ذلك الزمن تستطيع أن تتنبأ بأهمية مشاهدة أفلام الكون والكواكب
وأن هذا الأمر يزيد الإنسان يقينا. لذلك كل الأنبياء أيها الأحبة ذهبوا في رحلة كونية. سيدنا آدم نزل من السماء إلى الأرض، سيدنا إبراهيم، لا أقصد أن النبي يذهب، ليس بالضرورة أن يذهب بجسده كما ذهب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في رحلة كونية ليلة الإسراء والمعراج. الله يري من هؤلاء الأنبياء آيات كونية ليزدادوا إيمانا. يعني أنا لدي في القرآن آية تلخص هذه الدراسة العلمية المنشورة في مجلة Psychological Science عام 2013 دراسة منشورة مؤخرا تقول إن رؤية الآيات الكونية متعلقة بكوكب الأرض والبحار والجبال وغير ذلك تولد لدى الإنسان يقينا أكثر وتجعل لديه قوة إيمانية عميقة بوجود الله تعالى. هذا الأمر الذي تؤكده مجلة العلوم النفسية حديثا أكده القرآن قبل 14 قرنا. اقرأوا معي هذه الآيات أيها الأحبة. سيدنا إبراهيم عليه السلام ماذا قال الله في حقه؟ وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. طب لماذا؟ ما هو الهدف؟ اقرأوا معي الآية. وليكون من الموقنين. إذن الآية تضمنت جزئين، رؤية الملكوت واليقين، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. لذلك الله عز وجل أعطانا أمرا إلهيا على ضرورة أن نتفكر في خلق الكون. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. قل انظروا فعل أمر. للأسف اليوم الغرب هو الذي يبحث وينظر ونحن جالسون، لذلك أصبحنا في ذيل الأمم للأسف، لأننا فهمنا القرآن خطأ، فهمنا الإسلام على أنه مجرد شعائر وصلاة وصيام وسواك والتزام بالشكل الخارجي أو المظهر الخارجي. هذا جزء صغير من الإسلام أيها الأحباء. الإسلام العنوان العريض له هو دين العلم. إذا أردت عنوان عريض للإسلام، دين العلم والحقائق العلمية، كل شيء فيه ينطق بلغة العلم. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. لذلك أيها الأحبة، عندما نرى هذا الكم الهائل من الآيات الكونية في القرآن، يجب أن نعلم أن الهدف من ورائه هو زيادة الإيمان. كل الأنبياء طلبوا من الله عز وجل أن يزداد إيمانهم. مثال سيدنا إبراهيم، قال ربي أرني، وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن. ماذا قال له سيدنا إبراهيم؟ كيف خاطب ربه؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. يريد اطمئنانا لقلبه أكثر، لذلك طلب رؤية معجزة من معجزات الله، إحياء الموتى. طيب بالله عليكم، يعني نحن اليوم أهم من سيدنا إبراهيم؟ أهم منه أننا نعرض عن إعجاز القرآن، عن معجزات القرآن وهي كثيرة. القرآن هو الكتاب الناطق أيها الأحبة، يصور لنا حقائق العلم وكأننا نراها. يأتي شخص ويقول أنا مؤمن ولست بحاجة لهذا الإعجاز، هل هذا الكلام منطقي؟ لذلك أحبتي في الله أختم وأقول، إذا أردت أن يزداد إيمانك فعليك بالآيات الكونية في القرآن. تأملها في الكون وقرأها في القرآن، عسى أن نكون من الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
حتى يتبين لهم أنه الحق.